هنأ رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. وفي برقية التهنئة تقدم رئيس مجلس النواب باسمه وباسم أعضاء مجلس النواب بخالص التهنئة وأطيب الأمنيات للرئيس السيسي، سائلين الله تعالى أن يسدد خطى لمواصلة مسيرة البناء والتنمية على أرض مصر، وأن يعيد هذه المناسبات المباركة على مصر والأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.